بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله مع الجزء الثاني من محاضرتنا اليوم، ونحن في موضوع اللحن الجلي. اللحن الجلي توقفنا عند موضوع أن يخفف المشدد أو يشدد المخفف. تشديد المخفف شو يعني؟ الحرف هنا لاغية، لاحظوا أنه عليه فتحة، هذا فتحة فقط. إذا حكيت لاغية شددتها فبكون كأني أضفت حرف آخر، هذا هو تشديد المخفف. يعني كان قبله حركة فقط، وضعت عليه حركة مع شدة، شدة مع الحركة، هذا اسمه تشديد المخفف. أو تخفيف أو مثل كمان تشديد الياء في صاحبي. في إحنا عندنا في القرآن في كثير من ياءات التثنية، فهو بظن إنه هاي من ياءات التثنية اللي بده يشدها، فبشو بقول يا صاحبي السجن، بينما هي هون يا صاحبي السجن، صاحبي بي كسرة. فإذا حطيت شد عليها فهذا أيضا من الأخطاء. إبدال الحركة بحركة، مثل أنعمت، يروح يحكيها كسرتا، أنعمتي أو تو. هذه من الأخطاء الشائعة لدى المتعلمين الجدد، إنه أنعمت لا يضع الحركة الصحيحة. أو الرضاعة بدل الرضاعة، هنا عندنا الراء مشددة بفتح وليس بكسر، هذه أيضا من الأخطاء. زيادة حرف أو حروف أو كلمة أو كلمات، هذا كله من الخطأ الجلي. لاحظوا أنه في التعريف فوق ما تحدث عن الكلمات، ما تحدث فوق عن الكلمات، لكن هنا حطها في النقطة التاسعة، هي زيادة حرف أو حروف أو كلمة أو كلمات، برضو إذا نقصها، برضو إذا نقصها. يعني إن الآية فيها إن الله سميع عليم، حكى والله سميع عليم، برضو إذا حذف الكلمة هذا أيضا من الخطأ. حذف حرف أو أكثر وحذف كلمة أو أكثر، ويكثر الوقوع في زيادة الحروف والكلمات أو حذفها ممن يقرأ من حفظه وهو غير متمكن. مثل يقول لك مثلا حذف الواو وإذ قال، يقول لك إذ قال. طيب هاي كثير بتصير. حذف حرف أو ألم أقل إني، روح يحكيها ألم أقل إني، وين لكم راحت؟ إذا حذف لكم هذه أيضا من الأخطاء. مثل كلمة اهبطوا منها، بيروح يضيف كلمة منها جميعا، جميعا مش موجودة بالكلمة في الآية، فإذا وقلنا اهبطوا، فوين جميعا؟ من وين جاب جميعا؟ عادة تحدث هاي الأخطاء لما يكون في بنسميها متشابهات، يعني في كانت آية فيها كلمة زائدة، وآية مثل لما نحكي عن ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في آية فيها لك وفي آية ما فيها لك، فالتانية هي اللي فيها لك. طيب إذا قرأ الأولى مع كلمة لك أيضا هذه من الأخطاء. فهذا تحدث، هذه الزيادات الكلمات تحدث عادة لما نقرأ بالآيات اللي فيها تشابه آية مع آية، فواحدة فيها كلمة زائدة بروح يقرأها من حفظه بالحذف أو بالزيادة. طيب إن للمتقين مفازة، يمكن يحكي لك وإن للمتقين مفازة، ما في و، فإذا هذه الإضافة خاطئة وتعتبر من الخطأ الجلي. إدغام اللام في الحروف القمرية كالجيم، الجنة. إحنا في لهجتنا اللام ندغمها، منقول الجنة الجمل، إحنا هيك اللهجة عندنا، لكن اللام في قبل الجيم إذا دخلت لام التعريف على كلمة في أولها جيم يجب ألا تدغم. إحنا عندنا في القرآن لا تدغم، وتحافظ على اللام مظهرة وتحافظ على جهرها وتوسطها، يعني الحرف بنلفظه وبنسمعه وبنتوقف عنده قليلا لأنه زمن التوسط، فهو حرف في زمن أطول من زمن الحركة، فبالتالي أنا بدي أقول الجنة، فإذا اللام هاي بدي أسمعها، ليست مما يضغم. هاي من الأخطاء الشائعة اللي بتحدث عنا بسبب اللهجة، إحنا عنا مرات اللام نضغمها في لهجتنا، لكن هذا غير صحيح. اللام من الحروف اللي بنسميها خف وخف عقيمه، ابغي حجك وخف عقيمه، فالجيم من الحروف القمرية. هذه الجملة تحتوي جميع الحروف التي إذا جاءت قبلها لام التعريف تأتي وهي مظهرة، لا تضغم فيما بعدها. طيب اللحن الخفي، الآن إحنا كنا نتحدث سابقا عن حركة
على مستوى حركة أو حرف أو كلمة. الآن بدنا نتحدث عن مستوى أقل قليلا، وهي المستوى اللي فيها أحكام. لاحظي هاي إيش اسمها؟ أحكام تجويد. هاي اسم أحكام تجويد، معناته هي إلها علاقة بموضوع إنه هذه الكلمة أين جاءت وما الذي قبلها وما بعدها. إذن هذه جاءت على مستوى الكلمة بسبب، حتى على مستوى الحرف، هذا مستوى الحرف إذا جاء قبله حكم أو بعده حكم. وإحنا أحكام التجويد حافظينها، الغنة، المد، الإدغام، الإخفاء، الإقلاب، هذه كلها أحكام. فإذا بنجمع أحكام التجويد فإحنا بنتحدث عن الخطأ الخفي. والقارئ محاسب ومؤاخذ به إذا كان قادراً على التعلم والإتقان. يعني تجيك شخص بالمدرسة عندها شهادة، بتعرف تقرأ، بتعرف تكتب، بتعرف، ولكن ما ذهبت تتعلم القرآن، فهنا يحاسب القارئ محاسب ومؤاخذ به إذا كان قادراً على التعلم والإتقان، لكنه ما راح يتعلم. تذكر الموضوع اللي حكينا عنه عن المحسن، المحسن المأجور، وتذكروا المسيء الآثم. المسيء الآثم هو شخص قادر إنه يروح يتعلم، لكن ركن، ما عنده، تكاسل، كان ماخذا برأيه، مستبدا برأيه، خلاص أنا بقرأ زي ما بدي، هيك تعلمنا شو الضرورة، خلاص ماني بحكي الحروف صح وبس، هيك بده يعني. هو لا يقلق، يطمئن لما ألفه من حفظه، من طريقة قراءته. هذا شخص ما بده يبذل الجهد، مش خارج من دائرة الراحة تاعته، مش ذاهب ليتعلم القرآن. والقرآن حقيقة هو أولى ما يتعلم، أولى ما يتعلم. القرآن إذا تعلم وقرئ بطريقة صحيحة فأثره وبركته وتوفيق الحياة الذي يراه الإنسان بالتزامه بالقرآن لا يراه إلا من يلتزم القرآن بالتلاوة والتجويد كما يلتزم بالأوامر والنواهي. طب هذا اللحن درجات. إذا اللحن الخفي اللي حكينا أحكام التجويد، إنه كان في غنة أو ما في غنة، هاي حكم تجويدي. كان في مد وما عمل مد، أو زاد المد وما كانش في مد، إدغام، إقلاب، إخفاء، هذا كله سميها أحكام تجويد. لكن هو كنا كما هو أخفى. أخفى اللي هي الغنة موجودة بس فيها درجات. هذا حتتعلمها إن شاء الله كل ما تأخذوا شغلة من أمور التجويد، حتلاقوا إنه في بعض الأشياء لها مراتب ولها درجات ولها أزمنة. فهاي الدرجات هو أعطاك غنة، بس ما أعطى غنة النون المشددة زمنها مناسب لها، أعطاها كأنها غنة، كأنها مثلا غنة إخفاء بالضبط. أعطاها، ما أعطاهاش درجة الغنة الأعلى اللي هي الدرجة الأولى أو الأكمل، الغنة الأكمل. هذه درجة الغنة أو تفخيم الراء فخمها، بس هل أعطاها التفخيم الأكبر أو الأصغر؟ هل القاف أعطاها تفخيم النسبي إذا كانت مكسورة، ولا ظلوا محاكيها قاف بكامل تفخيمها؟ هذه درجات، هذه أشياء لها علاقة إنه درجة التفخيم والترقيق، درجة الغنة، درجة مراتب القلقلة، مراتب الصفير، مراتب الإخفاء. هو أعطى إخفاء، بس هل وضح إنه إخفاء قبل الحروف معينة أكثر من حروف أخرى؟ هل أعطاك هذا التدرج في الإخفاء؟ هذا بنسميه الخطأ الأخفى. فأي شيء، أي شيء في مراتب، أي شيء في مراتب، هذا يعتبر من الأخفى. هذا يتعلمه اللي بتعلم بالإتقان، الضبط والإتقان. إذن الأحكام التجويد إنه في غنة أو ما في غنة، في غنة أو ما في غنة، هذا أحكام تجويد. أما لا، الغنة نفسها أعطاها درجة أولى ولا درجة تانية ولا تالتة، مرتبة أولى مرتبة تانية ولا تالتة، هنا بيجي موضوع الأخفى. فإذا بدي أعطيكي سؤال سريع، ما عطيناش حكم الإقلاب، شو بتكون هاي، خفي ولا أخفى؟ هنا بيجي موضوع اللخبطة اللي بتلخبطوا فيه بعض الناس. يلا أعطيناش إقلاب، خفي ولا أخفى؟ خلينا نختار بعض الأمثلة، جاوبونا على الشات. إقلاب هو حكم، الإقلاب حكم، فإذا يندرج تحت الخفي. طيب أعطيناش مرتبة التفخيم الأولى لحرف مطبق وبعده ألف، مثل صالحين، غير صابرة، صابرة، هذا أخفى، ما أعطاش درجة، أعطاك إياها ص
ما أعطاك إياها مثلا صا، شفت الفرق؟ صا غير صا. صا هنا باجي هذا اسمه أخفى. نعم درجات. طب لو قلنا حكى حرف التاء ما وهو بيعمل همسها مثلا، أعطاكي همس للتاء خفيف مثل أنتم تم، أعطاني همس خفيف ما كان كافي الهمس بيكون أخفى. طيب أعطاني أخفى الهمس كله على بعضه، الحرف المشدد ما طلعه، طلعه مثل أحط تو تو، هذا خفي لأنه في حكم الإدغام هنا ما عمله إدغام ناقص. نعم فإذا أي شيء فيه حكم فهو خفي، وما هو أخفى اللي هو درجات الشيء في نفس الحكم. فإذا درجات الشيء في نفس الحكم هو من لحن الأخفى. هاي بتاخدوها إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى لما تصيروا مرحلة تاخدوا الإتقان قبل الإجازة مع التعليمات الجديدة، حتصيروا تنتبهوا وصير عندك أذن سمعية عطول تنتبه إنه هذا الحرف ملفوظ خطأ أو لا. وهذا قال مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة يعني تخيلي هذه المنزلة العالية التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتقن تلاوة القرآن. اللحن الخفي أنه مكروه، مكروه وقيل حرام لأنه يخل بالأداء الصحيح، ويمكن تقسيمه إلى حكم ما كان حكما ظاهرا فهو محرم، وإذا كان دقيقا فهو مكروه. يعني نحكي عن الجلي والعفن، نتحدث عن اللحن الخفي والأخفى. فإذا كان الحكم ظاهر كان محرما، إذا كان الحكم ظاهرا كان محرما، وإذا كان حكم دقيق في درجات المواضيع أصبح مكروها. أما اللحن الجلي فهو محرم قطعا إذا تعمده، اللحن الجلي محرم قطعا إذا تعمده، مش بس إذا تعمده. نرجع مرة تانية للجملة اللي فوق اللي قرأناها: إذا كان قادرا على التعلم ولم يتعلم فهو آثم حقا. إذا كان قادر على أنه يتعلم ما تعلم تلاوة القرآن بطريقة صحيحة فهو آثم. طيب طبعا إذا تعمدوا يعني تعمد أنه يخطأ فهذا أكيد من المحرمات. طب نكمل مع مراتب القراءة. هذه مراتب القراءة هي ثلاث مراتب: التحقيق والتدوير والحذر فيما يلي بيانها. التحقيق هو الإتيان بقراءة محققة في أعلى درجات الإتقان والتأني. هاي يمكن أكبر مثال إلها مثلاً عبد الواسط لما يقرأ بالتجويد، الطبلاوي لما يقرأ المنشاوي بالتلاوة بيكون بطيء جداً، وكل حرف بعطيه وقته وكل حرف بعطيه درجة الإتقان الأعلى فيه، وهذا مأخوذ من حققته الشيء أي عرفته يقيناً، يعني متأكد 100% أعطاه حقه. والمعنى أن يؤتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. وحده يعني لأي درجة بدي أعمل تحقيق برضو بديش أزيدها في الموضوع، إذا زدت في التحقيق زدت في التطويل صار في مشكلة، فهنا في إله حد. يعني أنا بدي أعطي تحقيق بدي أعطي تأني بس إله حد أن لا يزيد عنه. فحده أن توفى الحروف حقوقها من المد إن كانت ممدودة، ومن التمكين إن كانت موكنة، ومن الهمزة إن كانت مهموزة، ومن التشديد إن كانت مشددة، ومن الإدغام إن كانت مدغمة، ومن الفتح إن كانت مفتوحة، ومن الإمالة إن كانت ممالة، ومن الحركة إن كانت متحركة، ومن السكون إن كانت مسكنة، ومن غير تجاوز ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. ارجعنا للتعريفات هاي اللي إحنا أخذناها في بداية الوحدة. شو التعسف؟ يلا مين ذكرنا ما هو التعسف؟ من غير إفراط ولا تفريط. تذكر التعسف والتو إكستريمز حكينا، الإكستريم إنه يعطيني إفراط وزيادة أو يعطيني تفريط وضعف وتنقيص. التكلف الشدة والصعوبة. طيب فإذا التعسف حكينا التو إكستريمز إنه هو يا يزيد يا ينقص إفراط أو التفريط، والتكلف حكينا الشدة التي العكسها السهولة والليونة. فبالتالي التكلف هذا بدناش نعطيه
فهنا بتيجي بتجدي بعض القراء بشد على الحروف وبعطيها مد زيادة وبعطيها، هذا كله لا يجوز، ولا إفراط، ما نزيد كثيرا. والتعسف يشمل من معانيه التفريط اللي هو ضعف الحرف أو ما يلفظه صح أو ما يعطي المد حقه أو ما يعطي الإدغام حقه أو ما يعطي الغنة حقها. فإذا التحقيق هو بده يعطي كل شيء وقته، كل شيء زمنه. فإذا التحقيق يكون لرياضة الألسن وإقامة القراءة. فاللي بده يتدرب على تلاوة القرآن بطريقة صحيحة لازم يقرأ بالتحقيق. كيف بدك تعرف إنك جبت الحركة، جبت المد، جبت هاي الدرجة اللي منشغلكم عليها لما نصلح التلاوة. إذا كنا جلسين في جلسات تصليح تلاوة، إحنا عادة منخلي الطالب يقرأ بالتحقيق شوي شوي على مهل، ونسمع حرف حرف وحركة حركة. فإذا هذه تكون لرياضة الألسن وإقامة القراءة. إقامة القراءة يعني تقويمها. فإذا بدي أقوم القراءة بدي أعطي كل حرف حقه، بدي أبين الحرف الرخو عن الحرف الشديد، بدي أبين الغنة، بدي أبين الغنة أعطيت ولا ما أعطيت. وللتحقيق حد يصل إليه وغاية ينتهي إليها لا يجاوزها، لأن ما زاد في عن القراءة فليس بقراءة. إني أزيد المد بدل ما يكون 6 حركات أزيده 8 لأن أنا بقرأ بالتحقيق، هذا مش صحيح. طبعا نحكي عن السرعة اللي بقرأ فيها القارئ، فإذا منشوف سرعته في الحروف المتحركة وعلى أساسها منقيس أي مدود عملها. فبالتالي إنه حسب سرعة القراءة اللي بقرأ فيها الشخص بده ما يجاوزها، ما يزيد عليها. فإذا مش إنه يبطئ إنه تماما يصير بطيء وبعض الحروف تطغى على بعض، لا، بدنا يكون لا يزيد على القراءة ما ليس منها. إذا زاد الحركة زادها وطولت صارت مد، فهذا لا يجوز. إذا الحركة الشدة شد عليها وطول عليها صارت في عنا كأنه 3 حروف بطلت حرفين. إذا مثلا الراء إذا شد عليها بطريقة وضغط على المخرج صار في عنده تكرير، صار الراء، هذا مش صحيح. فإذا لا، هناك حد يصل إليه يجب أن لا يجاوزه. قال الداني: فأما ما يذهب إليه بعض أهل الغباوة، شوف سماهم أهل الغباوة، من أهل الأداء، هم بيعملوا أداء، هم ممن يتلون القرآن، من الإفراط في التنطيط والتعسف في التفكيك والإسراف في إشباع الحركات إلى غير ذلك من الألفاظ المستبشعة. مستبشعة يعني بشع، سماع قراءتهم حتى بشع، والمذاهب المكروهة، فخارج عن مذاهب الأمة وجمهور سلف الأمة، عن مذاهب الأئمة، فخارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة. فبالتالي هنا يجب أن لا يخرج عن الحد، لا يتجاوز الحد. الحدر هو القراءة السريعة التي يؤديها القارئ من غير إخلال بالحروف. هنا بنيجي بنحكي مثلا، كنا بنحكي هون مثلا عن قراءة عبد الباسط رحمه الله تعالى، وهو يتلو القرآن بطريقة فيها الكثير من التمكين والتأني ولفظ الحروف وعطاء الشدات، يعني شيء جميل جدا أن تسمعوا إلى القراء المتمكنين بتلاوة التحقيق. طب عكس هالحدر، مين معنا بقرأ من القراءة السريعة لتقرب الحدر؟ ممكن تدوير بين التدوير والحدر، مثلا سعد الغامدي بقرأ أسرع من قراءة عبد الباسط. طب سعد الغامدي شو قراءته؟ تكون بين التدوير وبين الحدر حسب السورة التي يقرأها. فالحدر هي القراءة السريعة. فارس العبادي ممكن بقرأ بالحدر، في بعض القراء لهم قراءة حدر مثل ياسر سلامة، له تلاوات كاملة للحدر، مثل الناس اللي بدها تراجع جزء. الناس اللي بتراجع جزء بدها تراجع جزء وجزئين، يا رب يجعلنا منهم ممن يتلو هاي المراجعات والسرد، هذا اللي بتلو جزء وجزئين وثلاثة وأربعة عشان يكمل جزءه ورده في الحفظ، يا رب نصل إلى هذه الدرجة. فدولة بدهم يقرأوا عدد كبير من الأجزاء في نفس اليوم حتى يراجع حفظه. في ناس يصل وردهم إلى 10 أجزاء في اليوم، 10 أجزاء خاصة في مرحلات التمكين، فيريد أن يقرأ هذه القراءة السريعة. هذه القراءة السريعة يا رب يعطينا مثلهم أن نقرأ هكذا من حفظنا من غير إخلال بالحروف. فإذا القراءة السريعة هي لها هدف، الهدف إنه في ورد بده يخلصه الإنسان وبده يعطي الورد في زمن معين، فهو سريع في القراءة لكن من غير إخلال بالحروف ومخارجها وصفاتها. يعني مش إنه أسرع يبدأ يبلع الحروف،
هذا غير صحيح، ومعناه لغة حدر أي يحدر إذا أسرع، خاصة إذا كان نازل من علو. كيف الشخص اللي أنت شخص ماشي بس نازل على منحدر، كيف بيكون مشيه؟ لا شعوريا الجاذبية عم تجذبه، فبالتالي مشيه أسرع من الشخص الذي يمشي مثلا على سهل، وهكذا الحدر في القراءة إذا أسرع، وتقال لمن نزل على أي هبط من علو إلى سفل. ويراعى في قراءة الحدر أمران: سرعة القراءة وإتقان الأحكام من غير تضييع لها ولا إخلال بها. فإذا هذه سرعة القراءة يجوز أنه نتلو بها، نعم، لكن لا يخل بأي أحكام التجويد، بده يعطي التفخيم تفخيمه، وبده يعطي الإدغام إدغامه، والغنن غننها، وبده يعطي الإخفاءات كلها، لازم لا تحدث، لا تضيع من قراءة الحجر. هلا التدوير زي ما حكينا، سعد الغامدي يقرأ بالتدوير، معظم قراءاته بالتدوير، هي الإتيان بقراءة متوسطة بين التحقيق والحذر مع مراعاة قواعد التجويد، إذا محافظة ومراعاة قواعد التجويد كاملة. ينبغي على القارئ بأي من هذه المراتب أن يحافظ على أحكام التجويد ويلتزم بها، وأن تكون قراءته مرتلة مجودة في الترتيل والصفة للقراءة الملتزمة بأحكام التجويد. هي تعريف الترتيل، صفة للقراءة الملتزمة بأحكام التجويد في جميع هذه المراتب. إذا الترتيل بأي مرتبة من هذه المراتب هذا يسمى الترتيل، لأنه هو بالفعل لما يقرأ بالتحقيق كل الكلمات مرتبة ومصفطة على هذه الوزن، الوزن السماعي بتاع درجة التحقيق اللي هي القراءة البطيئة، ما في كلمة سريعة وكلمة بطيئة، لا هو فعليا بصفة الكلمات في تلاوته بطريقة بتكون كلها على نفس الزمن ونفس السرعة. أما إذا قرأ بالحدر نفس الشيء، إذا قرأ بالحدر فإنه يقرأ كل الكلمات بنفس السرعة، وهذه السرعة متلازمة ومتصلة، فهذا هو الترتيل، أنها صفة قراءة ملتزمة بأحكام التجويد في جميع هذه المراتب. فقال ويقرأ ابن الجزري قال: ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حدر وتدوير، وكل متبع مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي. إذا هذه موضوع أنه سرعات القراءة هذه هي. وقيل هنا بس بالهامش، هاي معلومة على جنب، الترتيل يقال إنها مرتبة مستقلة ويجعله بعد مرتبة التحقيق. إذا يرى بعض علماء التجويد أن الترتيل مرتبة مستقلة ويجعله بعد مرتبة التحقيق، يعني الترتيل بيجيبه تحت التحقيق أقرب للتدوير، ويفرق بين التحقيق والترتيل أن التحقيق هو حال التعلم حيث تكون القراءة أكثر تأنيا وتشد تثبيتا وتحقق فيها الحروف وتؤدى بتأودة وطمأنينة، بينما يكون الترتيل للقراءة بعد التعلم والإتقان. فهذه بس من أقوال إن هل هي مرتبة مستقلة أم لا، هذه واحدة من الأقوال إنها مرتبة أخرى رابعة غير التحقيق والتدوير والحذر. فيرى إنه الترتيل إنه الإنسان ماسك وبقرأ، بنزل قراءة في القرآن لأنه متقن لها وحافظ، وهو يقرأ من ما يرى إن كان نظرا للمصحف أو من حفظه، فهذا يرتل، هذا ما نسميه ترتيل. أما التحقيق بيعدوها شيء تعليمي أكثر، إنه يقرأ ببطء شديد حتى يتمكن من كل مخرج ومن كل حركة ومن كل حرف ومن كل زمن وكل زمن الحروف. هذه بعض الأقوال، فإذا بعضهم يراها مرتبة مستقلة، بعضهم يراها وصف لأي تلاوة بالثلاث سرعات ما دامت كانت التلاوة متصلة فيما بعدها من غير تضييع للأحكام فيها. فضل تلاوة القرآن. يمكن موضوع اليوم يعني هو جاي بالتأصيل أكثر منه بمواضيع التجويد، يعني حتى موضوع اللحن الخفي والجلي يمكن هذا الموضوع اللي فيه علم تجويدي، أما بمعظم اليوم زي ما انتم شايفين هو في فضل تلاوة القرآن وفي الحديث لا تتحدث عن تلاوة القرآن، وهو تعريفه أن القرآن هو ما يتعبد بتلاوته، فإذا هو ما يوجد في المصحف من بداية الفاتحة إلى نهاية سورة الناس، وهذا متعبد بتلاوته، فإذا منزل وصل إلينا بالتواتر، فإذا تعبد بتلاوة القرآن هو هذا أساس التلاوة، أن هو التعبد، فتلاوة القرآن جزء من العبادة التي نؤديها يوميا، وقد جاء الأمر بتلاوة القرآن الكريم في آيات كثيرة،
وهذه يمكن أنتم تأخذوها هلأ، مثلا إحنا بناخذها مع مقدمة كتاب المنير، لكن فعليا كلما بعدنا عن القرآن، كلما سمعنا هذه الآيات نستشعر هذه الآيات ترجع أو كأنها حبل جميل يرجع يربطنا بالقرآن. هذه الآيات التي فعلا نحتاجها، مش مقدمة وشيء بسيط بدي أحطه في البداية وأخلص وأمشي بالكتاب في علم التجويد، لا، هذه الآيات بدي أرجع كل مرة أسمعها، كل مرة أسمعها، كل مرة أسمعها، حتى تعينني على إدخال عادة تلاوة القرآن في يومي. إذا ما كنت أتلو القرآن والقرآن ليس جزء من يومي، فنحن بعيدون عن ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيدون عن ما كان يعمله الصحابة، والقرآن هو المدد الذي يمدنا. فبالتالي كيف بدي أعرف كيف أعبد الله سبحانه وتعالى إذا ما كنت أتلو القرآن تلاوة متصلة عندي ورد يومي؟ والأمر بتلاوة القرآن جاء في آيات كثيرة، منها قوله تعالى أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فإذا هاي جاي متوازي مع الصلاة، وقوله سبحانه وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فإذا تلاوة القرآن من المأمور، من الأشياء التي أمر بها المسلم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فإذا قراءة القرآن مأمور بها في كثير من الآيات، وفي قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فإذا هذه تجارة، ومتى يأتي الأجر ومتى يوفى الأجر؟ والأجر يأتي يوم القيامة ويزيدهم من فضله فإذا هذا الفضل في تلاوة القرآن. وعجبتنا اليوم برضو في الدورة كنا نأخذها إنه القرآن هي زي الورثة، هي ما ورثه الله للأنبياء والأنبياء ورثوه لمن بعدهم، فمثل الورثة. بقولنا سألنا الشيخ بقول شو تقسيمات الورثة؟ إذا واحد مات كيف تقسم ورثته؟ اللي منكم مش في أشياء خمس، في عنا السدس وعنا الربع وعنا الثمن وعنا النص وعنا الكل. برضو قال في من الناس من هو محروم، مع أنه في صلة قرابة لكنه يحرم من الورثة. فمثل هذا القرآن جاء ورثنا هذا الكتاب، أو ورث من الأنبياء إلى من بعدهم. فكما في الورثة هناك نصيب لبعض الناس فيها، هناك نصيب وجزء من هذه الورثة، ولكن هناك من هو محروم. فهكذا القرآن، هناك من لهم أكثر من النص، لهم غالب الورثة، هم الذين يأتون القرآن ويردون القرآن، وهو سمي ورد يعني يورد، يعني بمعنى آخر يؤتى للاستزادة. يمكن يكون الورد للماء، ويكون الورد عادة الماء، يعني في أهم من الماء في حياة الإنسان أن يرد عليه، كل شوي بده يشرب مي لأنه محتاجه. فكذلك القرآن مثل ورد الماء. في حديث الواردة في فضل تلاوة القرآن فهي كثيرة جدا، وهذا الباب قد ألفت فيه عشرات الكتب التي جمعت ما ورد من أحاديث وروايات وتم تبويبها، فمن كتاب فضائل القرآن، ومن كتاب فضائل القرآن للنسائي، وفضائل القرآن وتلاوته للرازي، وفضائل القرآن لابن كثير. وهذه بعض أحاديث التي وردت في فضل تلاوة القرآن. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. هذه هي المكانة التي نضع أنفسنا فيها، كلما كنا ندرس عن شيوخ ونعلم غيرنا، ونحن فيها الآن، إحنا بنحاول نعلمكم ونبحث عن شيخ يعلمنا، وهكذا كلما كان إنسان في هذه المرحلة. وهكذا على فكرة كل العلوم، أي علم، إذا كنت بتحكي عن علم صحافة، إن كنت بتحكي عن علم حاسوب، إن كنت بتحكي عن علم هندسة، بتحكي عن علم نجارة، أي شيء، أي علم، كان الإنسان في حاطة حاله في مكان إن هناك من هم أخبر منه يتعلم منهم، وهناك من أقل منه يعلمهم من علمه،
هناك يتمكن من هذا العلم، فما بالك لما يكون الشرف هو القرآن والعلم هو القرآن والمادة اللي نتعلم فيها هي القرآن. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم في خيرية فيها، في أفضلية عند الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. إذن إبل معقلة يعني مربوطة بعقال، مربوطة. الإبل فيها صفة إنها طبيعتها الإبل إنها تتفلت، الإبل تتفلت، فإذا ما ربطت الإبل ممكن أن تفلت منك وتخرج. فإذا الموضوع إنها تبقى في قطيع وتبقى في قريبة من المكان اللي أنت فيه، في هذا طبعا المثال من بيئة العربية التي نحن فيها، اللي بتعاهدوا الإبل. هذيك اليوم شفنا قطيع من الإبل يقطع الشارع، فتفاجأنا في موضوع إنه بعض الإبل مربوطة رجليها الأمامية مع بعض، مربوطة الرجلين الأمامية، بس كمية يكفي إنه يخطو خطوات صغيرة حتى مش كبيرة. إذا ليش مربوطة هذه الإبل؟ لأنه من صفتها أنها تتناثر وتنتشر، ما بتضلها كقطيع، ما عندها هاي الصفة، وإنما فيها الصفة إنها تنتشر وتبعد عن القطيع. فبالتالي إذا هذه الإبل إذا أردت أن أمسك عليها، أردت أن عاهد عليه، يعني كان يعتني بها ويريد أن يمسكها ويريد أن يبقي عليها عنده كقطيع يستفيد منه، يجب أن يربط. إذا كان مثل يربط فالعقل، العقل كذلك، العقل شيء وعاء تأتي إليه المعلومات، ثم تأتي معلومة أخرى، ثم تأتي معلومة أخرى. إذا ما استطعت إني أربط على القرآن في عقلي وأتلو القرآن وأرجع إليه مرة ثم مرة ثم مرة حتى فكرة القرآن تثبت، كم فكرة نسمع في اليوم وكم صورة نشوف في اليوم وكم فيديو نطلع عليه في اليوم، إذا ما كان القرآن جزء من هذه الأوراد، الأشياء التي دائما أدخلها على عقلي ودائما أدخل هذا العلم على عقلي، شو بيصير عندي؟ بيصير عندي إنه أنا بصير المعلومات الحديثة تبعد المعلومة اللي موجودة في القرآن، فبتصير القرآن حتى المحفوظ يذهب إذا ما تعاهد الإنسان. فهذا فيه من أجر الكثير. يمكن واحد يقول طب يعني القرآن أحفظته، طب ليش السورة بنساها؟ أولاً هو الذنوب، الذنوب تذهب بالمحفوظ، واحدة منها الذنوب، وكأنها زي تقولي مواج كهرومغناطيسية بتدخل على الدماغ بتخرب الإشي اللي كان ثابت فيه. فالذنوب واحدة منها، من المعاهدة إنه بعد أن يترك الذنوب أن يبقى يستغفر حتى أثر الذنب اللي في قلبه في عقله يروح. أيضا من الأشياء اللي معاهدة على القرآن أن يرده مرة ثم مرة، يرجع يدخل معلومة القرآن، يرجع يتلو القرآن، يرجع يسمع الآية، يرجع يسمع الأوامر، يرجع يسمع النواهي حتى يرجع يتأكد إنه ملتزم فيها ومش ملتزم فيها. كل ما يسمع الآية إنه يعلم خائنة الأعين، كل ما يسمع هاي الآية بصير يحكي عيني على شو بتشوف، عيني وين طلت على إيش، بلكي تطلعت إلى سر، بلكي عيني تفرجت فيه على شيء يحرم، بلكي فباجي بصير أحكي فعلا أنا ماذا فعلت بعيني. ليش؟ لأني قرأت الآية. فبالتالي ورود الآيات على العقل يبقي هذا العقل حي بالقرآن. فإذا ما عهدته وأمسكته بكثرة لزومه وإن أخليه عندي وأربط عليه الفكرة أجيبها وأرجحها وأجيبها وأرجحها وأبعد عن أي شيء بفلت القيم التي يعلمني إياها القرآن، أنا أكون قد تعاهدت القرآن. شوف أنتوا هذا، كلما زدت في القرآن زاد الأجر. لو أنك تخيلك اللي حفظتيه موجود عندك، موجود عندك وانت مش محتاجة تعهدي، كم مرة حتقرأ القرآن في حياتك؟ بينما الإنسان اللي خايف على القرآن يفلت منه، كم مرة، كم حيعيد وكم حيزيد وكم حيعيد كم حيزيد في محفوظه وفي تعلمه للقرآن حتى لا تذهب الآيات من عقله. فهذا له فائدة اللي هو كثرة الأجر وكثرة الورود على القرآن خوف أن يتبدد، ولكنه في محذور أنه القرآن يمكن أن يتبدد إذا بعد عنه الإنسان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي
حسن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هاي من النعم، هاي من النعم. وفعلا تكوني في جلسة وواحدة تقرأ القرآن تسمعي وكأنه فعلا جمال لا يماثله جمال. فتخيلي يؤتى مع حسن الصوت يؤتى بالتجويد، يؤتى التجويد إنه يتعلم التجويد ويتقنه، فما بالك بمثل هذه التلاوة كيف تحضر القرآن للسامعين ويجعل لهذا الإنصات باب أكبر بجمال الصوت وتحسن التغني بالقرآن، فتأتي أثر الآيات أكبر على الإنسان. وقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فإذا كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبو موسى الأشعري. وعن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير رضي الله عنهما بينما هو في هو ليلة يقرأ في مربده اللي هي مكان اللي بيجلس فيه إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى، يعني صارت تهوج الفرس صارت تتحرك بطريقة إنها هاجت فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى أي ابنه فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. يعني كانت القرآن نزلت تسمع التلاوة. الله هذا شيء جميل يمكن أن يستشعر به، وممكن أن نأخذ منكم من خبراتكم أمثلة من هذه